الود الدولي، لقاء بيجمع المنتخب الالماني. احداث المباراه في اجواء جميله هنا في المانيا بفولكس فاجن ارينا، في حضور جماهيري كبير جدا. 13 ركنيه على طول بتصويبه راسيه، البدايه الساخنه على ستنبرغ، ادينا قلبي دفاع زوليف وبجواره يوناتان هدف اليمين عدى فات راح وهرب اللاعب براند بس امامه ولكن قوي هدف القدير انه يا ساده لوكا يوفيتش رقم 9 تصويب ولكن طويل جدا عليه، هجوم كبير جدا من معظم المتابعين. لعبة قدم ليايتش راسية والهدف جول، الهدف جول جوا جول، الهدف الأول من راسية ذهبية للنجم الكبير لوكا يوفيتش، يعملها ويولعها ويشعلها ويتقدم الآن المنتخب الصربي للمهاجم لوكا يوفيتش، يحطها بدون أي مشكلة خطيرة يوفيتش، اللمسة بدون خطورة من آدم ولكن في تسلل، كنت حلوة ساحرة كنت خطورة عرضية جميلة والراسية والمتابعة الدفاع، كرة طولية عالية فوق والراسية والمتابعة الدفاع خطورة تانية، ها لمسة رائعة حلوة لكيمو فينار والهدف في الصدى حلوة النجم بندوجان والباص الطولي والتصويبة ضعيفة جدا ضعيفة من التيم. كل هذا الكلام للألمان، الباص قطع من مونستان في أداء الماكينات الألمانية السادة، لمسة فينار قوية خطير سريع الباص وتبقى خطورة الهدف في الصدى حلو الدفاع، يا الله يا الله هجمة ثانية في منتهى الخطورة. يوليان براند على اليمين، براند بعرضية في أحضان الحافة راح وهرب لصاني منتهى الخطورة، لصاني تصويب ودفاع ممتاز كالعفو في هذا الموسم، الهجمة مرة ثانية تعدي خطيرة تألق حارس المرمى عند فات هرب لفينا على اليمين عرضية تعدي ودفاع روعة، صاني مع الكرة صاني لرواد صاني وعرضية ودفاع كالعادة رائع من المنتخب الصربي، تسرع الشمالي لرواد عاوز يعدي عند فات ولكن عاقة تصل في بطولة الدوري بالأمم الأوروبية، كان موجود في التصنيف الثالث وكان واقع في من باص جميل لكلوزمان عند المرمى تصويب والهدف جول، مش ممكن يا الله مش ممكن مش معقول، كيمو فينر من جاشنوفيتش على اليمين حلوة خطيرة بعرضية ولكن فيد الحارس محاولة بعرضية سحارة متقطورة الجماعية والهدف، مش ممكن مش معقول يا الله يا الله الجماعية يا سادة أحلى وقت، العب على الجناب لعب على الجناب الكعب والدفاع الروعة من دفاعاتها، فازوا معاه في 8 وتعدوا في 3 وانهزموا في 4 لقاءات ماضية بكل تأكيد، منتخب صربيا مشاهدينا كان مادن كرة عالية راسية متابعة، مش ممكن مش معقول في أخطاء دفاعية قاتلة موجودة في أداء منتخب المنشآت، أخطاء قتالية أخطاء دفاعية على طول عرضية راسية طلعت برة بعيدة جدا عن منتخب صربيا، عرضية روعة والهدف ولكن تعدي فين بعيدة جدا جدا بقدم داركو لازوفيتش العرضية الساحرة ونزقة جميلة طيرة سريعة منتخب الطيرة يوفيتش الهدف الكبير لوكا يوفيتش ولكن أطاحت ماركو رايس النجم الألماني رايس لمسة ولكن الدفاع قطع من لاعبي صربيا من عالية فوق راسم الدفاع تعدي تصويب ولكن بعيد الركنية عالية فوق والراسية تعدي تصويب الصاروخية فين في مدرجات بعيدة جدا جدا بقدم النجم الرئيس هذا المنتخب عليك مهارة فردية خطير الهدف بوليا مش ممكن يتألق عند حارس المرمى تألق لحارس المرمى الحارس دمتري بيتش المهارة الكبيرة موجودة في أقدام لبندوجان كرة طولية حلوة راسية تعدي بيرج مع الكرة عند البرة لمسة واحدة حلوة للوسطانية ولكن طورت منه للحارس ماركو دومتروفيتش الان للمنتخب الصربي هجمة امامية عاوز يعدوا لكن الدفاع رائع من يشوا كيمش راسية لبرة تترد على طول من لماركو رويس على الشمال حارس شمبيرج والتصويب الراسية والهدف مش ممكن راسية ضعيفة جدا جدا من للوسطانية سني والكعب والهدف جول والهدف جول مش ممكن يا الله مش ممكن مش معقول يا الله يا الله مش ممكن التعب منتهى الخطورة ليتش مع الكرة باصة ولكن السيارة تتراند ورا مرة ثانية محاولة بعرضية خطيرة
بلبسة، ولكن تعدى بعرض الملعب. خطيرة، الريس العدى برة، والتصويب المهارة، والهدف جول جول جول. التعادل التعادل التعادل. منتخب ألمانيا يعود للمباراة ويسجل الآن الهدف الجميل، هدف التعادل بقدم النجم جوريتسكا. تصويبة صاروخية قوية ناحية للوسطية، والهدف جول. مش ممكن يتألق الحارس للوسطية لما كورته حلو وحطها جميلة جدا، ويرجع عرضيها بره حلوة خطيرة للريس، عدى والهدف، ولكن بعيدة جدا 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 جدا. الله لاعب ماركو ريس لما حلوة، لكن حطها تقدير. هجمة على اليمين، محاولة بعرضية بالكعب حلو، سليم الرؤية والمهارة، العب اللعب الجماعي سليم، تصويبة صد روعة. يتألق ديمتريفيتش على طول. جوندوجان جوندوجان، كرة عالية راسية من الدفاع.